يعني احنا اليوم نتحدث بطلب رفع الحصانة عن بعض الزملاء تحت القبة، والمصيبة العظمى التي تكمن انني بالامس علمت بعلم رسمي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انهم طالبوا من مجلس النواب ان يتم تحويل احد الوزراء السابقين وهو وزير الاشغال السابق حسب ما علمت بتحويله إلى القضاء للمحاكمة على تهم تم يعني التحقق منها من مكافحة الفساد، إلا أنه وللأسف حتى اللحظة لم نعلم كنواب بهذا الإجراء أو هذا الأمر. وأكدت لي المكافحة بالأمس أن التحويل تم الطلب بذلك من شهر 5 2019، وتم تسليمه لمجلس النواب لأجل الموافقة على تحويل هذا الوزير إلى القضاء، لأن الدستور وضح أن الوزراء بالمادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع أبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. فلا يعقل أن نكون نحن النواب كمجلس نواب الواجب الأساسي إلنا أن نحارب الفساد وأن نكافح الفساد، وتأتينا قضية حسب ما علمت بالأمس من مكافحة الفساد، تأتينا قضية إلى مجلس النواب من شهر 5 2019 بتل المحاكمة، وطلب وتم الطلب من مجلس النواب من شهر 5، وتم تسليم رئيس مجلس النواب بهذه الوثيقة حسب ما أعلموني، وأنا اليوم تقدمت بهذه المذكرة طالب فيها من رئيس مجلس النواب أن يعرض هذه الأسماء وهذه الوزراء على القبة أول جلسة رقابية حتى يتم تحويلهم إلى المحاكمة فورا، وإلا سنكون وسأعتبر ذلك شراكة من مجلس النواب، علما بأنه كمجلس نواب لا نعلم، إلا أمس أنا علمت، وسيعتبر بالنهاية هذه شراكة من مجلس النواب ببعض الأسماء لإبقائهم بحصانة، ولا يحاكموا حتى يبقى مجلس النواب متهم. وما آلمني أيضا أن القضية تختص بعطاءات هي قريبة من أحد أعضاء مجلس النواب الذي يستلم منصب كبير في مجلس النواب، وهذه العطاءات قريبة جدا منه ومن إخوة له، وبالتالي حتى نخرج من هذه الشبهات أنا لا أتهم اليوم، ولكن هذا معلومات دقيقة وصلتني بالأمس أحقق من خلالها من خلال مذكرة رسمية تم تسليمها اليوم ب 26/11 إلى الأمانة العامة، أطالب فيها فورا بالجلسة الرقابية الأولى القادمة أن يتم عرض هذا الطلب المقدم من مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، وتحويل هذا الوزير إلى المحاكمة لا أكثر ولا أقل، والقضاء هو الفيصل.